مرحبا يا صاحب جدي.
مدحكم ناموس راسي ودي مدحكم ناموس راسي ودي وانت والتاريخ فخر ومسيرة مدحكم ناموس راسي ودي مدحكم ناموس راسي ودي وانت والتاريخ فخر ومسيرة جمعكم يطحن جبال التحدي جمعكم يطحن جبال التحدي ومن حاربكم ما ختمها بخيره جمعكم يطحن جبال حق يا رحب ولا هو تعدي حق يا رحب ولا هو تعدي في محل دروع جنب ذخيرة حق يا رحب ولا هو حق يا رحب ولا هو تعدي في محل دروع جنب ذخيرة ربع يا العجمان سهل ربع يا العجمان سيف صلاطينا لخيول المغيرة ربع يا ساسهم مثل الذهب ما يصدي ساسهم مثل الذهب ما يصدي والكبير
هم صغيرة ساسهم مثل الذهب ما يصدق ساسهم مثل الذهب ما يصدق والكبيرة بين ظهرهم صغيرة ولا أنا ما عصت من سلم عدي ولا أنا ما عصت من سلم عدي كيف حذف السيف واقبض جفيرة ولا أنا ما بقدام يوم السعيرة مريين والله ما ذا حسدي مريين والله ما ذا حسدي Thank you.
Oh,
مرحبا يا ياما يا صلب جدي يا رجال جات من كل ديرة مرحبا يا ياما يا صلب جدي مرحبا يا ياما يا صاب جدك يا رجال جات من كل ديرة مدحكم
التاريخية والخيل والطبول، تلبية لدعوة الشيخ فهد بن فلاح أهل الحذرين، تلبية من قبائل يام أكتملت الصفوف وهي الطبول تذرع تلبية لكم ضيوف يلبون الدعوة. صول بجدي مرحبا يا يام يا صول بجدي يا رجال جات من كل ديرة. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالهدى والتقى، والحمد لله الذي بعث محمدا بالحق رسولا وجعله إلى السعادة هادياً ودليلاً. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام ديناً. والحمد لله الذي جمعتنا في هذا المكان والزمان، وأدام الله علينا الأمن والأمان في عهد الحزم والعزم قائدنا الملك سلمان. وولي عهده الأمين مهندس الرؤية وصانع النجاحات والإنجازات الأمير محمد بن سلمان. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. أما بعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا من دواعي سروري ولي الفخر والشرف أن أكون بينكم لتقديم هذا الحفل، وباسم الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين يرحب بكم ويرحب بأخيه الشيخ طالب اللهم بن شريم وكافة قبائل المرة ويام. فمرحبا بكم، مرحبا مع كل شروق الشمس وغروبها، مرحبا عدد نجوم السماء اللامعة في الأفق، فمرحبا بكم. أيها الحضور، لا يخفى عليكم إن قبائل آل مرة من يام من أعرق القبائل، والتاريخ مليء بمواقف وأحداث سطرت شجاعتهم وساهموا ببناء وتنمية دولة قطر. ولكن سحب الجنسية مؤخراً واستفزاز أهل الأرض دليل على جهل النظام القطري وسلب للحقوق ونقض للعهود والمواثيق. ونحن متضامنون ومتلاحمون مع الشيخ طالب بن شريم وقبائل آل مرة ويام. أيها الحضور، خير بداية لحفلنا الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم فضيلة الشيخ ناصر القطامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة،
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وسلم على النبي الأسوة والرسول القدوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. لماذا؟ لأننا لم نجتمع اليوم على أحزاب سياسية أو تفرقة أو عنصرية، إنما اجتمعنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتمعنا تحت راية التوحيد، تحت راية المملكة العربية السعودية بقيادة ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. اجتمعنا تحت هذه الراية بقيادة ملك الحزم وقيادة أمير العزم محمد بن سلمان ولي العهد وفقه الله. لم نجتمع إلا لأجل أن نجتمع، اجتمعنا اليوم تحت هذه الدعوة المباركة والمبادرة الطيبة من الأخ الكريم الشيخ فهد بن فلاح الحثلين وفقه الله، الذي عودنا بطيبه ومبادراته وجمعه لكلمة قبيلته وأقاربه وإخوانه، فله جزيل الشكر وعظيم العرفان. اجتمعنا اليوم لنحقق غاية من مقاصد الشريعة ومقصداً عظيم من مقاصد هذه الشريعة الغراء، وهي صلة الرحم التي قال عنها النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. اجتمعنا اليوم لنحقق هذا الأصل العظيم من أصول شريعتنا، شريعة الإسلام، لنصل رحمنا، وليتعرف القريب على قريبه، والجار على جاره، والصديق على صديقه من هذه القبيلة المترامية الأطراف. هذه المقصد أو هذا المقصد العظيم قال عنه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في أثره، أي أن يطال في عمره وينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فما أجمل هذا الاجتماع لنصل به الرحم، ولنتعرف أو يتعرف به الآخر على الآخر. الشيخ فهد حقق في هذا الاجتماع 3 مكاسب. المكسب الأول: تحقيق روح الانتماء وتعزيز المواطنة، لا سيما أن هذا الاجتماع جاء بالتزامن مع اليوم الوطني لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. أما المكسب الثاني فهو والوفاء وحسن العهد مع رأس من رؤوس هذه القبيلة، وهو الشيخ طالب بن شريم وفقه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان. والشيخ فهد وفقه الله وكافة قبيلة الحثلين وأتباعهم يحققون هذا المقصد في الوفاء مع هذا الرجل الشهم. والمقصد الثالث أو المكسب الثالث
هو في أمر عظيم وهو تحقيق صلة الرحم. فالله تعالى نسأل أن يجزل المثوبة للشيخ فهد ولكافة الحثلين، وأن يجمع هذه القبيلة على الخير دائما، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد صفهم تحت راية قيادة المملكة العربية السعودية، تحت راية ملك الحزم وولي عهده أمير العزم محمد بن سلمان. اللهم أدم على بلادنا وبلاد المسلمين أمنها وإيمانها، اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا ولا تشمت بنا عدو ولا حاسدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكراً للشيخ ناصر القطامي على حديثه الشيق والممتع. أما الآن كلمة راعي الحفل، كلمة باسم قبائل اليام للشيخ فهد بن فلاح بن حثرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي وعن أهل حثلين وعن قبائل يام كافة، أتشرف أن أقول يا ما حل الفنجال مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس ثقيلة، هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقينا مثيله. أشكر جميع الشيوخ على تلبيتهم الدعوة وتشريفهم هذا اللقاء، وأشكر كل من استجاب وحضر من أجل أن نكون عوناً للحق ودفعاً للظلم ونصرةً للأخ. لم نجتمع اليوم لأننا قبيلةً فقط، بل كعضو في جسد هذا الوطن، ولأننا أبناء رجل واحد. نقف مع الشيخ طالب بن شريم ونحن أهله وأخوته. مرحبا بالشيخ طالب، ومرحبا بجميع أبناء قبيلة المرة. هذا الشيخ الشجاع رفض كل التهديدات، ولم يقبل أن يقول كلمة سوء واحدة في الملك سلمان وولي عهده والمملكة، لأنه النبيل راعي الوفاء والأمانة، لم يتنكر لأصله، ولم ينسى تاريخه وأهله. وهؤلاء إخوانه جاءوا من كل مكان ليقولوا له بيض الله وجهك على مواقفك المشهودة. هذا الشيخ الشجاع رفض كل التهديدات، وكما قال النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن جسد واحد، نقول للشيخ طالب إننا معه، ونقف إلى جانبه وقفة رجل واحد، ونصرة كاملة فيما تعرض له من سحب للجنسية، وهي ليست قدره وقيمته، لكنها حقه الذي لا يجوز التعدي عليه. ونثق أنها أزمة عابرة، ولن يطول الوقت حتى يستعيد هو وجميع إخوانه حقهم المسلوب. إخواني، إن اجتماعكم العظيم اليوم ليس له مثيل، ولم يسبق أن اجتمع شيوخ وقبائل يام في مكان واحد إلا هذه المرة، فليسطر التاريخ. ولم يسبق أن احتشدت جموعها قبل ذلك منادية بصوت رجل واحد. إننا مهما تباعدت المسافات وتعاقبت الأجيال، فإن أخلاقنا ثابتة ومواقفنا واحدة، وإننا لا نترك أحد إخواننا وحيداً، ولا نرضى له الأذى، ولن يسلب أحد حقه، ونبقى متفرجين. إن يام أسرة واحدة متماسكة، وهي اليوم أكثر قوة وتماسكاً في ظل وطن مهيب أرساه عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
ورعاه أبناءه من بعده، حتى احتفلنا قبل أيام بالذكرى 87 لليوم الوطني في صورة رائعة زادتنا ثقة وطمأنينة، وأدهشت كل صديق، وأرعبت كل مترصد وخائن، وإن سكن جوارنا وأوليناه ثقة لا يستحقها. نحن أسرة واحدة ضمن هذا الكيان العظيم، ورجال شداد تحت راية ملك الحزم والعزم سلمان بن عبد العزيز، وجنود لرؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وإذا كان المؤسس قد أرسى دعائم هذا الوطن فإننا ركائز مستقبله، وكل عائق أمامنا إنما هو عقبة نتخطاها، فالتاريخ لن يذكر سوى العظماء. إخواني، وكما قال راكان: ومن سايلك عني فنا من بنيام، من لابة بالضيق تقضي لزومي. نعم، نحن أبناء هذا الوطن نقف مع إخواننا في كل شدة، وسنقضي اللزوم إن شاء الله. وبيض الله وجيهكم على حضوركم الطيب. أشكر الشيخ فهد بن فلاح من حثرين حفظه الله على هذا الجمع المبارك، مما يجعله أكثر تآلفاً وتآخي وتعاضد وتلاحم بين أبناء القبائل، جزاه الله خير الجزاء. أما الآن نقدم لكم فيلماً قصيراً يحكي تاريخ قبيلة عريقة وهي آل مرة. لا تكاد تذكر دولة قطر إلا ويشار إلى القبائل العريقة المكونة للنسيج القطري الضاربة بجذورها في الأرض نشأة ومكانة، وهي العنوان الأبرز للحديث عن تاريخ المنطقة وعنوان الصفحات المضيئة في التنمية والبناء. قبيلة آل مرة من يام من أعرق القبائل التي ثبتت أقدامها في أرض التاريخ، شاهدة وقائع حروب خاضتها قطر، وكان رجالات آل مرة في مقدمة فرسانها الذائدين عنها دوما. صفحات التاريخ مليئة بمواقف وأحداث كتبت بالذهب، نختار منها وثيقة باللغة التركية صدرت عن وزارة الخارجية العثمانية آنذاك عام 1893 من الميلاد، تستعرض تعدي سفن إنجليزية في ذلك الوقت، فتصدت لها قبائل عربية في قطر كانت عشائر آل مرة في مقدمتها، وهذا تأكيد على الحضور التاريخي لهذه القبيلة في شبه جزيرة قطر، بانية مجدها، حامية أسوارها، زائدة عن أمنها. بين قبيلة آل مرة وأسرة آل ثاني تاريخ طويل من العلاقات الحميمة والمودة القديمة، فمنذ نزوح محمد بن ثاني إلى أرض قطر ثم تأسيس ابنه جاسم الدولة، تشارك البناء معا، وكذلك تشاطرا الحفاظ على الوطن ومكتسباته. وبالعودة إلى التوقيع على معاهدة عام 1956 من الميلاد بين الملك سعود والشيخ علي بن ثاني حول منح المملكة قطر الأرض الممتدة من أم الشبرم إلى سلوى بمسافة 70 كيلومترا تقريبا، شريطة أن يمنح أصحاب الأرض من آل مرة وقبائل أخرى الجنسية القطرية، وهذا استحقاق خلده التاريخ وشهود الأرض لتلك القبيلة، وحق
مشروع في أرضهم، ينبغي على الحكومة القطرية الحالية الالتزام به. إلا أن سحب الجنسية مؤخراً واستفزاز أهل الأرض كان دليل جهل النظام القطري بأبجديات الحقوق والأنظمة، كان سلباً لحقوقهم ونقض العهود والمواثيق بينها وبين المملكة العربية السعودية. وها هي قبيلة آل مرة تجتمع بآلاف الرجال تضامناً مع الشيخ طالب بن لهم بن شريم المري ضمن سعيه لاستعادة حقوقه المسلوبة من النظام القطري الذي بات اليوم يشكل أزمة للبلاد وأهلها، وتخبطات قد تجعل قطر يتيمة بين الدول بعد أن قاطعتها دول الجوار ودول عربية أخرى لنقضها الاتفاقات الدولية التي كانت تهدف للمحافظة على أمن دولة المنطقة وشعوبها، وتكفل لشعب قطر ودول الخليج أمناً من كل إرهاب أسست له الحكومة الحالية. أما الآن كلمة الشيخ طالب بن لهم بن شريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب العالمين على هذا الليل المبارك الموحد بما فيه التعاني والأصالة، ورجال اليوم غدا ورجل عيال واحد، الذي واحد من في هذا العصر اللي احنا فيه الذي طلع رجال يام ورجال المملكة اليوم كانهم رجل واحد. وكلها توجيه من الله سبحانه وتعالى، ثم توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره، نعم، رسول سيف الإسلام رب الإسلام وصاحب الإسلامية وولي عهد الأمين محمد سلمان رحمه سعود زوجها سيدي خادم نصرة الضعيف ونصرة المستحق ونصرة المضطهد في دول الخليج وفي الدول الإسلامية المحتاجة، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي الله سبحانه وتعالى منحنا إياه من هذا الرجل، والحمد لله رب العالمين من هذا الرجل ولي عهد متوجه على سياسة والده وحكومة الرشيدة وإنسانيته وجمع الوحدة وجعل الشمل. فحن نشكر إخواننا الحذرين ورجال يام من الشمال إلى الجنوب ورجال شاركوا من المملكة ولا نخص أحد، وهذا فضل كبير وهذا اعتزاز من رجال يام، وحنا جنود مجندة في الكبيرة والصغيرة
يا رجال يام، واللي معنا من رجال المملكة تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان أطال الله في عمره، والله يعطيه إن شاء الله الصحة والعافية وطول العمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ طالب اللهوم بن شريم على هذه الكلمة. ونحن في عهد سلمان الحزم والعزم، ولنا في القصيد وقفة مع الشاعر صالح الكحل المري. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. شيوخ يام الكرام، مرحبا بكم جميع في ضيافة الحثلين، والله يبيض وجيههم على جمع روعهم. هذا كرنفال وطني جمع رجال يام كلهم. يا وطن يا وطن، بيرقك صافحة حدود الغمام، يطرخ بعز لا من هب للحرب نود، خضر الأعلام ما تنكسب حرب وسلام، راية الدين تبقى دامنا في الوجود، خضر الأعلام ما تنكسب حرب وسلام، راية الدين تبقى دامنا في الوجود. في ذر الحزم وابو العزم وابن الإمام وبشت سلمان بن عبد العزيز السعود، في ذر الحزم وابو العزم وابن الإمام وبشت سلمان بن عبد العزيز السعود، هيبته تربك الأعداء لسل الحسام، سيدي لازم العايل بعزمه يزود، شعبه يحبه وملاذ به ما يضام، وللحرمين خادمها وعنها يذود، وتحت أوامر ولي العهد على المقام، الأمل في سمو الفكر معهم عقود، وتحت أوامر ولي العهد على المقام، الأمل في سمو الفكر معهم عقود. سيدي يا محمد يا الحكيم الهمام، كل شعبك إخوان وكل ويام دون الحدود، سيدي يا محمد يا الحكيم الهمام، كل شعبك إخوان ويام دون الحدود، نفتخر فرحة باسم الوطن كل عام، عاد عيده وحنا له دروع وجنود. يا سلامي وأنا شاعر وقد المقام، أتقدم بمر ربعي وخاطب حشود، وقفتي باسم ربعي فالمواقف وسام، المرة شنار العز عوق الحسود، ما عليكم زود. وقفتي باسم ربعي فالمواقف حسام، المرة شنار العز عوق الحسود، شيخنا شيخنا اللي إذا وقف وقال الكلام كلمة فعل ما هو يلتفت للحقود، شيخنا اللي إذا وقف وقال الكلام كلمته فعل ما هو يلتفت للحقود، ودامنا خابرين انكم اسناد وحزام، ما علينا من اللي بيحوا بسدود، دامنا خابرين انكم اسناد وحزام، ما علينا من اللي بيحوا بسدود، ولغدرتنا ولغدرتنا السهام بكف رام السهام، تحت راية طويل العمر نرقى سنود، ولغدرتنا السهام بكف رام السهام، تحت راية طويل العمر نرقى سنود. المواقف المواقف لأهلها يا صناديد يام، وانت وهو أهل الحماية والوفا بالعهود، انحضر المواقف لأهلها يا صناديد يام، وانت وأهل الحماية والوفا بالعهود، انحضر لجل داعي درعنا في الزحام، آل حذرين شيخان الفخر والعضود سهلون، انحضر لجل داعي درعنا في الزحام، آل حذرين شيخان الفخر والعضود، ولا دعونا ولا دعونا عيال عجيم جينا شمام، ربعنا اللي لنا جبر ما يرخ الزنود، ولا دعونا عيال عجيم جينا شمام،
ربعنا اللي لنا جبر ما يرخي زلود جعل من لمشه من رجال يام الحلام يبطي العمر به لان حصان هبود يا فهد يا سيلي للعود مروي الحيام وقفتك تبرد كبود وتلهد كبود يا فهد يا سيلي للعود مروي الحيام وقفتك تبرد كبود وتلهد كبود شيخ ساسن وفعلا عند يام الحشام وفي عرة كان يكفي والخلايق شهود وجاونا صلب يام وجاونا صلب يام متيهين الجهام كل شيخ على المجوب جاب الوفود يام يام الحمايا يام يام الكرام خيلهم في اللقاء تقبل عليها فهود يام يام الحمايا يام يام الكرام خيلهم في اللقاء تقبل عليها فهود جاءوا من دار نجران الفخر والسلام وبيتنا واحد ورجال يام العمود جاءوا من دار نجران الفخر والسلام وبيتنا واحد ورجال يام العمود الولاء للحكومة والوفاء عند يام وكل شعب السعودية يحفظ العهود سلامت باسمكم جميعاً نرحب في الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني بسم الله الرحمن الرحيم الكرام الكبار من شيوخ وعيان يام وآل مرة الكرام الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما سمعت بخبر هذه الدعوة العظيمة التي بادر فيها الشيخ فهد آل حثلين للتضامن مع الشيخ طالب آل شرين وأبنائه وأفراد قبيلته عقدت العزم على الحضور والمشاركة والتضامن فلا يجوز أن يضام قطري دون أن يكون له سنداً من باريس إلى انطاع جئت لأقول أن ما يهمنا هو حماية قطر وأهلها من كل سياسة تضرها وتشوه تاريخها ولقد فرحت بهذا الملتقى لأن الحقوق تموت إن تم السكوت عنها تعلمون جميعاً أنني عانيت في بلدي وفقدت والدي وأغلى ما عندي الشيخ سحيب بن حمد رحمة الله عليه وفقدته غدراً وغيلة لأنه كان رجلاً حراً وقوياً ولم يقبل أن تكون قطر مطية للأعداء وتعمل ضد أهلها وجيرانها لقد عاهدت الله منذ أن اشتد عودي أن أجند نفسي لكي تكون قطر جزءاً من محيطها وصورةً فعلية لتاريخها الجميل وأجدد الدعوة لكل غيور لأن نقف معاً لإنقاذ قطر قبل فوات الأوان وقد أعلنت موقفي وأنا ملتزم به وماضي فيه إلى أن يحقق الله المراد أيها الحفل الكريم أقف أمامكم متضامناً مع الشيخ طالب بن شرين ومع كل قطري فقد جنسيته ظلماً
أو حرم من حقوقه الأخرى، أو تعرض للاعتقال أو الإقامة الجبرية، وأن نطالب بحقوقهم وندعو العالم للتعرف على الانتهاكات المتوالية على القطريين غير القادرين على دخول بلادهم والخائفين بداخلها، مع أنني واحداً منهم فقد غادرت بلدي مرغماً ولا أستطيع دخولها آمناً، لكن الحال اليوم هو سحابة متبخرة، ولنا الصولة والجولة بحول الله وقوته. أيها الحفل الكريم، لقد اتخذ الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومعهما قادة الدول الشقيقة موقفاً اضطروا إليه خشية على قطر وأهلها، ومنعاً أن تكون حاضنة للإرهاب ومنطلقاً لشروره. وأقل ما يمكنني عمله هو التحرك الجاد لنكون رجال صدق على قدر المسؤولية لندافع عن بلدنا ونمنع العبث به. قطر دارنا وسنعود إليها، ويدي في يد الشيخ طالب بن شريم وجميع أبناء قطر، وقد عادت واحة آمنة في محيطها وبيئتها. قال الشيخ طالب أن جنسيته ستعود غصباً، وأقول صدقت، والله ستعود، فالحق لا يضيع. اعذروني فلم آجي متحدثاً، بل منطلق مسؤوليتي تجاه كل شأن قطري وواجبي تجاه أهلي وأخواني أهل قطر. ولو غبت عن حضور ملتقاكم المتضامن مع الشيخ طالب فلن يكون في خير لوطني وأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للشيخ سلطان بن سحيمة الثاني على هذه الكلمة. أما الآن كلمة عن معاناة آل مرة مع تنظيم الحمدين، مع محمد العرق المري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخوكم محمد بن صالح آل عرق الغفراني. إنني ابن قطر بالدم والأرض، بأنني ابن قطر بالدم والأرض، وأننا من أبناء المؤسسين لدولة قطر مع حكامها والمنتمين لأرضها والمدافعين عنها بدمائهم وأرواحهم، وهم ليس بدخلاء ولا متجنسين ولا طالبي سبل عيش، وإن هذه أوطانهم ودينة قبيلتهم وحماهم، إسوةً بأبناء هذه القبيلة الكريمة قد عبر عن انتمائه الأصيل
لدولة قطر ديرة آبائه وأجداده، وسطروا العديد من المواقف البطولية والتي تعكس شهامة ورجولة ومروءة ونخوة أبناء القبيلة. وهذا ليس بمستغرب على أبناء المرة الأحرار، ولكن للأسف الشديد قوبل ما قام به من تضحيات بالجحود والنكران والظلم والإجحاف المبين من تنظيم الحمدين، حيث ادعيا كذباً بتورطه في محاولة قلب نظام الحكم آنذاك، منتهكين بذلك أبسط حقوق الإنسانية المعترف بها في كافة الشرائع السماوية والثقافات والأمم الحضارية، إذ أن ما قاموا به وجلاوزتهم وأذنابهم من تعذيب أدى إلى ترك آثار عميقة في جسده الطاهر حتى وافته المنية رحمه الله، وهو من ضحايا الغفران وأبناء عمومة الشيخ طالب بن شريم الذي هو يشاركنا اليوم المعاناة. وإننا إذ نشارك الشيخ طالب بن شريم المطالبة في إعادة حقوقنا، في إعادة حقوق والدي مادياً ومعنوياً التي أخذت منه من نظام الحمدين، ومن هذا المنبر فإنني أطالب وبكافة السبل الشرعية والقانونية بإعادة تلك الحقوق، وكذلك ملاحقة نظام الحمدين وزبانيته الذين تسببوا في قتل والدي وغيرهم الكثير من أبناء قبيلة الغفران القطريين، وأيضاً القيم العربية الأصيلة التي خير من يعبر عنها جمعكم الكريم وتاريخكم العريق ونخوتكم ومرؤتكم وأبناء هذه البلاد الطاهرة، حفظها الله حكومة وشعبا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم. ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على تفضله بتنظيم هذا الحفل الكريم، وبيض الله وجهك، بيض الله وجهك على مناصرة الحق، ولهم مستغرب منك. ولا يفوتنا أن نغتنم هذه الفرصة بالشكر الجزيل لكافة قبائل يام على حضورهم المشرف، وهذا الجمع الكريم لنذكر أبناءنا وإخواننا وأبناء عمومتنا في الداخل القطري بضرورة الوقوف إلى الشيخ طالب بن شريم، وأن ينفضوا عن أنفسهم قبار الهوان والظلم أمام نظام الحمدين، والوقوف وقفة رجل واحد نصرة ونخوة وحمية شرف وعدل وحق لإنصاف أبناء عمومتكم ورد حقوقهم والدفاع عن كرامتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لمحمد العرق المري. أما الآن في بيت القصيد ساعد الريج العجمي. ما عليكم زود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. أشكر الداعين على الدعوة والحاضرين على الحضور والمنظمين على التنظيم. والله يبيض وجه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين والحثلين كلهم اللي مجملينا. أما القصيدة صلوا على النبي. والله ما نبغى السياسة يا أبو ذيب، والله ما نبغى السياسة يا أبو ذيب، لكن هذا الليل يبغي سياسة. الوضع متكركب ومحتاج ترتيب، لا تحسب أن الوضع ضحك وناسة. الوضع متكركب ومحتاج ترتيب، لا تحسب أن الوضع ضحك وناسة. وحنا ما ندري وش تمده يد الغيب، وما حنا عارف البربسة والخساسة. من دار أخو مريم عنينا على جيب، جت القصيدة تشبه بالسلاسة. من دار أخو مريم عنينا على جيب، جت القصيدة تشبه بالسلاسة. من شاعر يقدم لجات المواجيب، والأخوان نوره جاك زايد حماسة. وشمس العدو لو تشرق شوي بتغيب، مدام سلمان الحزم بالرئاسة. وشمس العدو لو تشرق شوي
بتغيب مدام سلمان العزم بالرئاسة عودن ما هي تصحب عليه المصاعيب وما فيه صاحي يحط راسه براسه عودن ما هي تصحب عليه المصاعيب وما فيه صاحي يحط راسه براسه وجساس ما يقدر يقابلك يا كليب لو يبرزه رمحه ودرعه وطاسه وحنا خوال اللي لجا ما قف صعيب حط الصعب من تحت رجله وداسه وحنا خوال اللي لجا ما قف صعيب حط الصعب من تحت رجله وداسه محمد اللي طال روس المراقيب وراس العدو طال يقطع فاسه هذا ولد سلمان ما بعد قريب ومنصب ولي العهد على ومنصب ولي العهد على قياسه وفي جية ابن شريم سكت الترحيب يا مرحبا والطيب يا مرحبا والعز مناصر ساسة وفي جية ابن شريم سكت الترحيب يا مرحبا والعز من يا مرحبا والعز من صلب ساسة وفي جية ابن شريم سكت الترحيب يا مرحبا والعز من صلب ساسة ولجا بني عمه على المجد والطيب ما هو في غربه ولا في انتكاسه وجنسيته ما هي عند المعازيب جنسيته قومه وربعه وناسه سلام عليكم عزيز 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 الله يطول عمركم لا انتو جميل لا انتو صح لسان شاعرنا مساعد عريج العجمي أما الآن قصيدة عبد الرحمن بن سمرة المخلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميع جدي الشيخ صالح بن سمرة يقول ما خبر يا من لمارك جميع عادي واقبلت جمع تخافك جنابيها ما يحقق بين الألفين عوادي من حسب يا من فله بمحصيها لابت ايام ابن يصبها للوادي ما حد من قبل يا من زرع فيها من بقى القادي في يامن هل القادي من جلب نفسها في يامن بتشريها الله يمسيكم بالخير جميعا من واجب الليله من بركاتها الله رزقنا بمولود ذا الليل على اخي خرصان بن سالم واطلق عليه اسم فهد على الشيخ فهد بن فلاح والله يبارك للجميع يقول لا إله إلا الله اللي كلنا نرجاه ما خلقنا إلا نعبده ما نعبد سواه ربنا اللي مالك الأقدار بيده ما قسم غصبا علينا لازم نرضاه والولاء برقابنا دين وذمة والعهد ما حنخونه دائما نرفاه يا مبن يصبى ولريا كلها سديدة مع ملوك الدار وقفتنا تغيظ عداه يا مبن يصبى ولريا كلها سديدة مع ملوك الدار وقفتنا تغيظ عداه تحت حكمك سيدي سلمان حنا أنت قايدنا وتامر بالذي تبغاه يا حكيم حاكم عادل تورث حكمه من بيه ومن طناخة راسه ومجناه يا زعيم العرب من كاد المكايد هالك ما يكودك غير تطلع على علباه يا زعيم العرب من كاد المكايد هالك ما يكودك غير تطلع على علباه سل سيفك واضرب بكفك ولا هموك سل سيفك واضرب بكفك ولا هموك يا جبل شامخ حمان الله في ذراه طال عمرك والله يطول بقاك وتسلم وعاش من ذل الصعايب والوطن يحماه سيدي محمد وكلنا عارف ان محمد الولي اللي تولى والولا ولاه سيدي محمد وكلنا عارف ان محمد الولي اللي تولى والولا ولاه نبايعك يا سيدي سمع وطاعه نبايعك يا سيدي سمع وطاعه قايد للدوله وكل مشاوراه عارف محنك شجاع صيرمي سياسي قاهر العدوان والخوان والطغاة عليك بهم ولا تأخذك فيهم رحمة ادعس الراس الكبير وحطم الجمهة عليك بهم ولا تأخذك فيهم رحمة ادعس الراس الكبير وحطم الجمهة واتكل بالله وحنا في اللزوم جنود
يا حفيد مؤسس الدولة على مبناه، رؤيتك ترفع مقام الدار فوق العالي، ورايك الصايب وغيرك تايهم مسراه، ماخذ من جدك معزي ومن راكان، جدك الثاني من أمك طيب مجناه، حن حضرنا يا باللهوم وحنا جينا، يا مجاتك كلها من أقصى البلد ودناه، لا يهزك يا جبل ريح وخلك ثابت، طالب ابن شريم شيخ طايله يمناه من بني مره، اكعام المعتد العيالي لازم تفرك عرامه ساحقين دواه، من بني مره اكعام المعتد العيالي لازم تفرك عرامه ساحقين دواه، علم اذناب الخميري ما انهاب الموت وضعيف ضعيف الجحيل ذا جهده وذا ممشاه، علم اذناب الخميري ما انهاب الموت وضعيف الحيل ذا جهده وذا ممشاه، وباسم ابن حثلين في هذا المقام ارحب مرحبا محنة رعوده ونثر ماه، من حضر ذا الليل في حفله وفي مقره فاله العود المعتق والشحم يقفاه، يا فهد جينا نرحب بالضيوف الوف باسمكم يا راعي الماقف وزمن جاه، باسمكم يا راعي الماقف وزمن جاه، وسلامتكم جميعا. شكرا للشاعر عبد الرحمن بن زمرة المخلص. ختامها مسك مع شاعرنا الكبير. ارحب يا بن فطيس. مع شاعرنا محمد بن فطيس المري. الله يبقيكم جميعا. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أقبلت أشوف المقروفنات أطول مني، لكن الحين أشوف أني قدني أطول منها. أنا حاضر في موقف ما لي غياب منه، مثل ما تكلمت من عاصمة أبوظبي برأيي ورأي الحق، وبينت وجهة نظري ووجهة نظر كل عاقل إني على الحق إن شاء الله، وإن ولا الرجال لبلاده ما هم مثل محبته لميره وكبير ربعه، لكن مثل ما مثلت ربعي وبلادي يوم تزاحمت القبائل في شعر المليون، الليلة ما أنا باللي أغيب منها. مرحبا يا يام يا صلب جدي، مرحبا يا يام يا صلب جدي، مرحبا يا يام يا صلب جدي، يا رجال جات من كل ديره، مدحكم ناموس راسي وودي، مدحكم ناموس راسي وودي، سراسي
مدحكم ناموس راسي وودي، وانت والتاريخ فخر ومسيره. حقي يا رحب ولا هو تعدي، حقي يا رحب ولا هو تعدي، حقي يا رحب ولا هو تعدي، في محل دروع جنبه وذخيرة. ربعي يا العجمان سيفي وحدي، ربعي يا العجمان سيفي وحدي، ربعي يا العجمان سيفي وحدي، وهم سلاطين الخيول المغيرة. ولا انا ما عصت من سلم عدي، ما حذف سيفي وجود جفيره. اذكر الله. ولا انا ما عصت من سلم عدي، ولا انا ما عصت من سلم عدي، ما حذف سيفي وجود جفيره. مري مري وربعي ما ردي، مري مري وربعي ما ردي، مري مردد وربعي ما ردي. بالعصا نثلم سيوف شطيرة، حمب يمره وسمعتنا كماهي، حمب يمره وسمعتنا كماهي، لا تشين ولا تبي منا صيانة. سمعت مثل الذهب فالعين باهي، لمعة الجد يثبت في مكانه. الفخر حق لنا هو التباهي، مزبن الخايف وحن درعه ومانه. جارنا لحشمه تقدير ماهي، لا الكثرة ماله ولا للمكانة. والخوي عن رفقته ماني بساهي، يبشر بعزه ويبشر بحشمانه. جارنا لحشمه تقدير ماهي، لا الكثرة ماله ولا للمكانة. والخوي عن رفقته ماني بساهي، يبشر بعزه ويبشر بحشمانه. وانطرشنا حلوه فينا يباهي، يذهب لنا الشاخ من كثر خدمانه. وانطرشنا حلوه فينا يباهي، يذهب لنا الشاخ من كثر خدمانه. خف نفس وعز للخوه ولاهي، كون تقدير الخوي عن كل هانه. وبنا تارد على كل الاماهي، ولا تصدر وين ما تار الضمانه. وبنا تارد على كل الاماهي، ولا تصدر وين ما ترى الضمانه. ومن غدا منها ولا عين وتاهي، في ظلال وسومنا تلقى حصانه. ومن غدا منها ولا عين وتاهي، في ظلال وسومنا تلقى حصانه. والخطر لا قيل فيها العشب زاهي، ترزي يضعون المره في بيانه. ومن على خيل صغيرات الجماهي، الوضيحي ما نصيده باختلانه. انت حنحله وهو في العشب لاهي،
ننذره قبل الحقانه وقبضه. الله عليك ابو حمد. هدنا كذا شوي ابو حمد. ومن على خيل صغيرات الجماهي الوضيحي ما نصيده في اختلانه انت حنحله وهو فالعش بلاهي. ننذره قبل الحقانه وقبضانه وانغدى في الحرب شور امر وناهي سعد والله عين من ربعي وزان. وانغدى في الحرب شور امر وناهي سعد والله عين من ربعي وزانه العدو نشرب دمه في كاس شاهي ولا بهاهوه مكان كبرت من كلامه. العدو نشرب دمه في كاس شاهي ولا بهاهوه مكان كبرت من كلامه. هذه أفضال وهبناها إلهي وودي أحدث بها خوف عصيانه رازقي وأنا تنقى في المشاهي أذكر أفضاله ولا انكرت شكرانه. سمعتي من فضل خلاقي الظاهي سمعت سهيل اليماني والمعاني. ماني أخيرهم لكن هذا اتجاهي كل أخو شمة حسبني من خوانه. وسمعتي من فضل خلاقي الظاهي سمعت السيل اليماني والمعانة. أسري الليل البهيم بنور جاهي واضرب بحظي صخر واشل دانه. أسري الليل البهيم بنور جاهي واضرب بحظي صخر واشل دانه. والنواني فارس واثق وواهي اضربه بين احتج واسقي حصان. والنواني فارس واثق وواهي اضربه بين الحجج واسقي حصانه. ولقبل بخصم ما هو قدي وراهي وانهزمني الكفو ما انكرت الزمان. ولقبل بخصم ما هو قدي وراهي وانهزمني الكفو ما انكرت الزمان. ولطعن المقفي ولا مقبل وفاهي كن قده قاط بالأجل يبطانه. ولنطح براسي سوى روس الدواهي واثلم السيف الصقيل بخزره. الله 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 بيض الله وجهك لا تعال تسلم عليه. هذان يا يام يا صلب جدي مرحبا يا يام يا صلب جدي يا رجال جات من كل ديرة. مرحبا يا يام يا صلب جدي مرحبا يا يام يا صلب جدي يا رجال جات من كل ديرة. مدحكم ناموس راسي ودي مدحكم ناموس راسي. ختاماً شكراً على حضوركم وكان لي الشرف والفخر في تقديم هذا الحفل معكم أخوكم ثامر بن عبد العزيز بن فهد اليميني العجمي. وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في حفل آخر بإذن الله. جمعكم يطحن جبال التحدي جمعكم يطحن جبال التحدي ومن حاربكم ما ختمها بخيره. جمعكم يطحن جبال التحدي جمعكم يطحن جبال التحدي من حاربكم ما ختم
حق يا رب.